أول خبر معانا النهاردة هو فوز رجال الطائرة بالنادي الأهلي على نادي الزمالك في المباراة اللي جمعت ما بينهم امبارح على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في نهائي بطولة كاس السوبر 3-0 عشان يتوج أبطال الأهلي بالبطولة بعد تأديتهم عرض قوي جدا عشان يكون ده الفوز الخامس للماسترز على التوالي على الزمالك الموسم ده مقابل 0-1. بنبارك اكيد لرجاله الطايره، قدموا مباراه قويه ويستحقوا البطوله. اللي خرج بعدها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وبعت تهنئه خاصه سواء للاعبين او الجهاز الفني والاداري والطبي، واشاد باداء اللاعبين المتميز وروحهم العاليه والاصرار على الفوز وتحملهم المسؤوليه، مسؤوليه اسعاد جماهيرهم اللي بتستحق كتير جدا بفوزهم في كل مباريات البطوله. وقال كمان انهم استحقوا اللقب عن جداره زي ما سيدات الاهلي للكره الطايره استحقوا بعد ما خدوا البطوله بايام. بنبارك طبعا سواء لرجال او سيدات الطايره على البطولات، وده مش جديد على ملوك الصالات مكتسحين كل البطولات في كل الالعاب. بالتوفيق ليهم في اللي جاي. ونروح بقى من النادي